أولى محطاتنا لليوم كتير حلوة، رح نحكي فيها عنك أنت لما بتكوني الأم وست البيت والموظفة والمديرة، وأحيانا بتكوني بمهن ما بتتخيل الناس غير الرجال يبدع فيها، ولكن أنت بتكوني ناجحة أيضا. رح نحكي اليوم ليا عن قدرة المرأة مع التكيف، كيف بتقدر تقوي نفسها لتقوم بكل الأدوار بنفس الوقت تنجح فيهم، مع خبيرة التنمية البشرية سلوى عرنوس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. صباح الطاقة والإشراء. صباح الياسمين. صباح كل شيء دمشقي. ناجح أكيد. بالحياة. أكيد. اليوم عم نحكي موضوع كتير مهم، خلينا نبلش بالنجاحات، خلينا نبلش بالعطاء والقدرة الأنثوية يلي هي موجودة بداخل كل أنثى، ولكن يمكن ما عم تتوظف بالشكل الصحيح. اليوم سلوى، خلينا نحكي هيك مع بعض لكل سيدة كيف فيها تكون صح بحياتها المهنية والمنزلية وحياتها الخاصة. تمام، يسعد صباحك. أول شيء المرأة لما بتكون ناجحة بهي الأدوار، عم نحكي عن المرأة القيادية الواثقة بنفسها لقدرانة تحقق أدوار وتكون ناجحة بأدوارها. أول شيء بالنسبة للقدرة الأنثوية، المرأة بطبيعتها هي عندها احتواء، والاحتواء هو أكبر شيء بيخليها تنجح بالمجالات كلها بالحياة. ناهيك عن شيء مهم، إنه هي سلمية وعندها العطاء. العطاء بيخليها تقوم بأكثر من دور. الرجل بيركز على شيء معين، لكن المرأة بتقوم بأكثر من دور، ولهيك ما بنستغرب نجاحها بكذا قصة، لأنه بكفي إنها تكون أم. الأم هي لحالها أصعب وظيفة بالعالم، لأنه هي بتقوم بعدة أدوار، حتكون طبيبة وعم تكون طاهية وعم تكون مربية وعم تكون معلمة وعم تكون بذات الوقت زوجة ومتفهمة جدا. ما هي هي الاحتواء هو اللي نحن بنقوله بالعاميه انه عندها استيعاب. يمكن بيقولوا سلوى يمكن المراه دائما ناجحه بالامور التنظيميه والاداريه اكثر من الرجل، لانه بتقدر تحمل اكثر من شغله وتنظمهم، عندها هي هي. بس خلينا نحكي عن العوامل اللي بتخليها انه فعلا تكون تتحمل هذا الشيء او الظروف اللي عم تعيشها، تكون منظمه وتنجح بشغلها. تمام. هلا ما فينا نقول انه اداريا هي ناجحه اكثر من الرجل. الرجل عنده قدره على النجاح بالعمل الاداري بشكل ممتاز، والمراه ايضا، لكن بتتميز بانها هي بتقدر تقوم باكثر من دور بذات الوقت. العوامل اللي بتساعدها على القيام باكثر من دور هي طبيعتها العاطفيه، بتقدر تستوعب الامور من خلال مشاعرها بدرجه الاولى، وذكائها، ومثل ما قلنا احتوائها. واهم شيء عندها هي انها بتقدر تقوم باكثر من قصه، فلما بيكون هذا الشيء موجود فيها فبيخليها ناجحه، لانه هي عندها قدره مثل ما قلنا انه يكون عندها تواصل اكبر مع الاخرين، لانه بتقدر تتواصل وتقوم بعمل الاداري وتنجح وتخطط وكل هدول القصص. ناهيك عن بعض العوائق اللي بتصيبها اللي هي الاكتئاب من فتره لفتره. هذا اصعب شيء عن جد. سلوى، خلينا نحكي، في نوعين من المرأة، من النساء، يا اما بتكون ناجحه بالمجتمع ولكن نوعا ما بتكون مقصره شوي ببيتها او بسبب عوامل خلتها انه هي تقصر. وفي يمكن سيدات ما بيشتغلوا ناجحين ببيتهم ولكن يمكن بتصيبهم مراحل هي الاكتئاب. خلينا نحكي عن الأنثى، كيف هي لازم تنظم الطاقات اللي جواتها، كيف تنظم حياتها، تنظم شغلها وتبتعد عن هي الهالات السلبية اللي هي بتدمرها. تمام. الأنثى بطبيعتها إذا كانت الأنثى على فطرتها فهي حتكون قادرة على النجاح. إذا سمحت للفطرة اللي بداخلها إنها تكون حقيقية وموجودة، فدائما هي عندها هذا النجاح بدون تكاسل، لأنه بطبيعتها بتحب التواصل، بتحب دائما تقوم بعلاقات اجتماعية، بتقوم بأكثر من دور. لما بصير عند المرأة بعض التقصير عم يكون ناتج عن ضعف بسبب ظروفها، فاتت بمراحل الاكتئاب، التعب النفسي، ما سمحت لفطرتها الأنثوية أنها تظهر. كلمة قيادة مو معناتها أنه هي صارت امرأة مسترجلة، ما زالت هي أنثى لكن قيادية، ثقتها بنفسها عالية. العوامل اللي بتخليها كمان تفشل هي لما كانت بمرحلة وجودها بالأسرة ما كان في تشجيع، لأنه الثقة بالنفس نحن عنا إياها بفترة 6%، وبتكبر جواتنا 20% خلال الأسرة ومن خلال علاقاتنا الاجتماعية والسفر والمجتمع وكمان الدراسة، كل هذا بيرفع الثقة بالنفس. إذا كانت الأسرة عم تواشك برسائل سلبية، عم تكبت المرأة، أو لا قدر الله تزوجت رجل مضطهد لإلها، فبالتالي صار في ضعف بالشخصية، ثقتها بنفسها قلت، قدرتها على القيادة والأمور كمان قلت. هون ما فيها تفصيل؟ أكيد فيها تفصيل، لازم دائما تقوي نفسها، فأكثر شيء بخليها تقوي نفسها تبحث عن حزام الأمان بحياتها من خلال علاقاتها الاجتماعية، مين مصدر الإلهام بحياتها؟ مثلا والدتها، صديقتها،
أي حدا أشخاص إيجابيين دائما تتواصل معهم، تعمل من فترة لفترة راحة، تقوي علاقاتها الاجتماعية لحتى تكون قوية وما تستمع للرسائل السلبية. يعني سلوى كنا عم نحكي تحت الهواء إنه حتى في طاقة عند المرأة، وإذا ركزت وفعلا هي عم تجذب الأشياء المنيحة الإيجابية إلى أو السلبية إلى، وهي كمان هذا نوع خلينا نحكي من العلاج اللي ممكن إنه أنت كمان خلال مجالك إنه فعلا تساعدي المرأة إنه توازن شوي بحياتها. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع. تمام. المرأة من فترة لفترة بحاجة للاسترخاء، بطبيعتها هي بتحب الراحة، فلازم كل فترة تعطي لحالها قسط من الراحة، لأنه العمل الطويل بدون أي فترة راحة بيرفع عندها التعب وبيرفع عندها الغضب والعصبية وبتفوت بهالمرحلة الاكتئاب. فهي بحاجة من فترة لفترة تعمل راحة لنفسها، مثل ما قلنا تزيد علاقاتها الاجتماعية، ما يكون حياتها بس عمل، لأنه هي عم تكون بالبيت عندها مسؤوليات كتير كبيرة، وبالشغل مسؤوليات كتير كبيرة، وضيفي لإلها إذا كان عندها شوية مشاكل كمان، فهي صارت بحالة نفسية فيها ضغط، فهي بحاجة لتعمل فترة راحة كل فترة، ودائما تذكر نفسها بنجاحاتها لتبعد عن أي طاقة سلبية. نعم. بعيدا عن الكلام خلينا نحكي أمثلة، أكيد مرأ كتير من النساء بمسيرتك المهنية لجؤوا لسلوى لحتى يرتبوا حياتهم، وجد هاي الظاهرة أنا يمكن بشجعها أكثر لحتى يمكن نساعد نفسنا بعد هالظروف اللي كتير بشعة مرقنا فيها نحنا والبلد لحتى تكون حياتنا أنجح. شو هي أبرز المشاكل وكيف تم الحلول لألا؟ خلينا نحكي على أمثلة على أرض الواقع. هلا أبرز المشاكل كانت خلال هاي الفترة، طبعا فترة الظروف الحرب اللي خلت الظرف الاقتصادي يقلب عند الأسرة أدى لمشاكل داخل الأسرة. طبعا في كتير نساء قدرت تتجاوز هالمرحلة من خلال احتواء لزوجها، احتواء لأولادها، وفي منهم كتير بلش يفكر إنه يشتغل ما كان عم يشتغل، بلشت إنها تدرس أو تتبع دورة تدريبية تغير بحياتها. حتى شفنا سلوى كتير من النساء، يعني ما بدنا نعمم، بس النساء السوريات أنا بحس بهي الفترة قوة زيادة، يعني طبعاً. يعني صار اللي ما عنده شغل صارت تخلق أي شغل، يعني هيدي الفترة ما فينا نعمم إنه المرأة السورية لا أنا فايتة باكتئاب، خلقت من الألم والتعب هو قوة. أكيد أكيد، هي المرأة عموماً امرأة قادرة، بشكل عام هي الامرأة قادرة على أن تتجاوز مراحل الألم، لأنه هي بطبيعتها لما تتحمل ألم الولادة وتتحمل تعب الحمل وتعب تربية الأطفال، فهي امرأة قادرة على تجاوز كل المراحل. طبعا صنعت من أمل من ألم مع أمل وقدرت تتجاوز هي المرحلة. أكيد لما هي لجأت لاستشارية لتسألها فأكيد هي عندها رغبة بأنها تصنع شيء بحياتها. دائما المرأة إذا حبت أنها تنجح هي عندها قدرة على هالشيء. سلوى يمكن أنا بدي أسأل عن شيء تاني، لأنه أنا المرأة السورية وخاصة الأم أو الزوجة أو حتى البنت، يعني أنا بحس أنه هنا عندهم قوة مثل ما قلت لك خلقت من الظروف اللي عم يعيشوها، لكن يمكن عم الشريحة اللي أنت يمكن استفيدوا من كلامك فيها هي شريحة المتخرجين الشباب الأكاديميين عم يواجهوا صعوبات وعراقيل بالمستقبل، عم تخلي عندهم اكتئاب، عم تخلي عندهم إحباط أنه ما يكملوا، كيف ممكن تتعاملي مع هي الحالات؟ تمام. هلا دائما بنلاقي هي الحالات انه هي عم تشعر بسبب الظروف انه ماني قادر كمل، انا كفتاه هلا تخرجت من الجامعه اني لاقي وظيفه عمل الى اخره. اول شيء نحن بنقول لها حددي هدفك، انت شو حاطه ببالك انك تشتغلي؟ هل شفتي نحن تخرجنا من الجامعه، الشغل اللي انا بدي اياه، شو المهارات اللي انا بحتاجها لطور ذاتي واقدر انقبل بهذا العمل؟ فانا عندي كذا مرحله قبل ما ادور انا على شغل، لطور مهاراتي من اتباع دوره تدريبيه، من حتى ممكن هلا شفتي عنا كذا فريق تطوعي، انها تلجأ ان هي تعمل بالفريق التطوعي بتاخذ خبره عمل. صحيح. وبالتالي هذا الشيء بيساعدها على نشر علاقات اكثر وبيلاقي تلاقي وظيفه بسهوله. نعم. سلوى، حالة الروتين اليومية يلي بيمرقوا فيها الشباب والصبايا النساء والرجال وخاصة يمكن بالحياة الزوجية، هاي الحياة المملة هي يمكن بتولد ضغط نفسي، بتولد كبت من قصص بتطنشي عنا، ولكن فجأة هي بتفجر مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي كيف نحن حياتنا ما يعني ما نخليها هي روتينية كل يوم نفس الشيء كل يوم. تمام. نفس الشيء. هلا أي شيء بالحياة هو قرار، أنا لازم آخذ قرار إني جدد حياتي. كيف أقدر جدد حياتي؟ ليش؟ لأن ضلني مثلا بهذا الروتين. طبعا أنت شايفة العصر الحديث نحن هلا فيه ما عادت المرأة هي بس عم تكون بس ربة منزل، أو هي فقط عم تكون موجودة بس ببيتها، ما في عندها علاقات اجتماعية، ما عم تعمل شيء بحياتها. المرأة انطلقت رغم كل الظروف اللي نحن فيها قدرت تطلق نفسها. فالروتين نحن بنكسره من خلال إنه نعمل دورة تدريبية، من خلال علاقات اجتماعية أكثر نجاح، من خلال نحن نغير هذا الروتين اللي موجود ببيتنا. وأهم شيء نعرف إنه نحن بيبدأ الفرح من عنا،
السعادة من جواتنا. نحن اللي بدنا نقرر وناخذ قرار بحياتنا انه نكون سعيدين. طب هون الانثى كيف فيها تصدر طاقات ايجابيه لبيتها لاولادها الصغار؟ تمام. الانثى هي مصدر العطاء، هي الاداريه والقياديه الاولى في البيت. اذا كانت تعبانه ونفسيتها ما انا مرتاحه ابدا، هذا الشيء حينعكس على اولادها وحينعكس على زوجها وحينعكس على نجاحه. وإلا ما قلنا نحن مثلا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، ما هي بس عم تدفعه للنجاح، هي من خلال راحتها النفسية والجو اللي هي عم تأمنه بالبيت، هي قادرة تماما إنها تكون هيك وتمنح هذا العطاء. فهي لازم تنتبه لحالها وتبحث عن السعادة اللي داخلها ودائما تطور نفسها، وهي قادرة يعني حتى من خلال الصبحية بتعملها هي ورفيقتها عم تكون قادرة أنها تطلع من الجو اللي هي فيه لجو تاني. سلوى، يمكن في كتير مواقف الإنسان ما بيقدر يقف فيها لحاله، بحاجة لشخص تاني يساعده على طريق الحل الصحيح بدون ما ينظر عليه، يعني يعطيه الطريق العملي. طبعا. شو برأيك هي المواقف؟ لا يعني نحن بنشوف كتير حالات إن كانت عاطفية إن كانت عملية عند المرأة، فشو كيف تحليها إذا إجت لعندك هيك حالة؟ هلا عادة المرأة هي عم تكون معطي أكثر ما أنها تأخذ، يعني هي عم تمنح الأسرة الراحة، عم تسمع أولادها، عم تسمع زوجها، عم تقدم أكثر ما تأخذ، فهي بحاجة لحدا يسمعها أكيد. فدائما ببحث عن الصديق الصح، سواء كانت أم أو كانت قريبة أو كانت صديقة أو كانت حتى استشارية أسرية، اللي تسمعني بدون ما تنظر علي. شو معنى تسمعني بدون ما تنظر علي؟ يعني تسمعني استماع تعاطفي، تسمعني من خلال وجهة نظري، من خلال الحالة الراهنة اللي أنا فيها، لحتى أطلع من هاي الحالة النفسية وأقدر أشوف وين الأخطاء وين الإيجابيات. الإنسان لما بيكون غضبان ومتضايق ما بيقدر يشوف شيء، ما هو قدران يسمع نقد، فلازم أسمعه بوجهة نظره. طب كيف تلاقي هدول العالم؟ من خلال الناس اللي هي بتعرفهم. لحالنا نسجل على ورقة مين هن حزام الأمان بحياتي، مين هن الناس الإيجابيين اللي أنا مجرد أتواصل معهم عم برفع حالة السعادة وأخلص من التعاسة والألم والقلق والاكتئاب اللي أنا فيه. صحيح. هدول الناس بحافظ عليهم. الناس اللي عم يعطوني هالطاقة السلبية وينظروا علي ويتعبوني أكثر، قدر الإمكان أنا بعد عنهم، أنا بغنى عن التواصل معهم، إلا إذا كان التواصل مجبر من خلال عمل أو شيء، فبيكون التواصل بطريقة إنه أنا ما أسمح لهم يفوتوا بهالتي ويأثروا علي. نعم. هون كيف الواحد يعمل حصانية لحتى ما الطاقة السلبية ما تأثر عليه؟ تماماً. أول شيء المهارات الصحيحة. أي شيء منركز عليه نحصل عليه. يعني إذا بركز أنا على هذا الشخص اللي بينتقدني كأنه بيتكاثر، بصير بشوفه بأكثر من مكان. فأنا ما لازم ركز عليه بالدرجة الأولى. مو بالضرورة أي رسالة نقد توصل لإلي معناتها هي فعلاً مزبوط موجودة فيني. هو عم يحكي عن فكره، عن فلسفته بالحياة، عن تجاربه، يمكن عم يحكي حتى عن حاله. مو بالضرورة أنا أسمع هذا الموضوع ولا ناقش، يعني أنا مجرد فوت بنقاش وجدال كتير طويل فأنا جبت الطاقة السلبية لعندي. طب أنا لازم ساير؟ أكيد ما لازم ساير، لازم يكون عندي مرونة ببساطة. وجهة نظرك يمكن يكون صح بس أنا عندي وجهة نظري بهدوء، وبفصل الموضوع بدون ما انا اتضايق انه ياثر علي بالشغل ويصير انا عم بشتغل وانا منرفزه. هي تمرين هذا يعني اكيد. طبعا بدي اولا اتمرن سكر حالتي مثلا بهالطريقه، ما اقدر انا ما اسمح لهالكلام السلبي انه يوصلني. يمكن سلوى قانون الجذب كثير عم نسمع عنه بالفتره الاخيره وعم تتوعى العالم عنه، قانون لجذب الاشياء الايجابيه. في طقوس معينة فعلا حدا يركز مثلا بده تركيز، بده انه الواحد فعلا يتأمل ويصفي ذهنه حتى يجذب الشغلات الإيجابية له جو معين؟ تمام. مو ضرورة هي كثير بيقولوا، يعني هو تفاعل بالخير تجدوه دائما. أكيد. يعني مثلا انا كنت رايحة على شغلي، هلا حأتأخر وخايفة أتأخر، اكيد حأتأخر بتأخر. كنت عرفانة اني حأتأخر، لا انا جذبت الفكرة وهيوة تماما وحطيت هالمشاعر. لما بتكوني مثلا رايحه على الامتحان، مثلا طالبه رايحه على الامتحان ودارسه وهي ما انا مخلصه، بس عم تعطي لحالها انه ان شاء الله حتجي الاسئله سهله وانا متاكده اني حانجح، هي الراحه النفسيه اللي هي فيها ساعدت انها تنجح. طيب مجرد انه انا اقول حيصير معي هيك بصير، لا انا عم باخذ قرار وهدف، عم بشعر بهي المشاعر، عم تلحق صوره خياليه فصارت. مثل لما وحده مثلا تتخيل انه زوجها عم يخونها، تشعر بمشاعر الالم، تاخذ الافكار والخيال وبتكتشف هالشيء تقول انا كان عندي احساس، لا انت جذبتيه بافكارك. تماما. فنحن ما نسمح للافكار السلبيه انها تاخذ مجالها معي. بمجرد اني افكر فكره سلبيه نبه نفسي الهي حالي باي موضوع ثاني عشان ما تتطور هالفكره. صح. لانه اي فكره بتتطور معك وبتزيد
وبتفتح قصة تانية وثالثة هيك فأنت جذبتي سلبي. لا خلينا نطور الفكرة الإيجابية. تخيل بشغلي ترقية، تخيل شيء بعملي. يلا شفتي حلو. نعم سلوى، كيف في الأنثى أنه هي يمكن تنمي الثقة بالنفس؟ يمكن بيقولوا أنه بس في الصباح وقفي على المراية تنفسي صح، حكي حالك، تغزلي بحالك، يمكن ما تستني من حدا يتغزل فيكي، حكي صفاتك الحلوة، يمكن عملي جرد لصفاتك البشعة. هدول التفاصيل خلينا نحكي عنهم وكيف التمارين الصحيحة. حلو. الثقة بالنفس أول شيء مثل ما اتفقنا أنه هي فترة، بالفترة بتكون 6% مع الأسرة بتصير 20% بالحياة الاجتماعية بتوصل للمية بالمية، وفي عالم مع الأسف أسر بتكسر 26% وبيوصل إنسان مثل البناء المهدم للحياة الاجتماعية. كيف فيها تنمي ثقتها بنفسها؟ بتقدير الذات. تقدير الذات بيبدأ من تقبلها لنفسها، يعني مو أنا حلوة لو عملت هيك، أنا منيحة لو كذا، يا الله شو صرت رائعة لو إنه هيك، لا بدي أقدر ذاتي. تماماً يعني تلاقي مثلاً يعني حتى مع بعضهم البنات إنه يا الله أنا حلوة بس لو عملت هيك، لو فيني فوراً هي عم تعطي رسالة سلبية للعقل اللاواعي إنه هي ينقصها شيء. تمام؟ ركز أنا اتقبل ذاتي من الشكل الخارجي للأشياء اللي بداخلي. لا ممكن أعمل تمرين كتير حلو إنه أنا أمسك ورقة وأكتب 10 شغلات فيني بتخليني إنسانة رائعة. أنت بتقولي 10 كتير سهلين، تتفاجأ إنه في عالم ما بيكتبوا غير 2 أو 3. نحنا لازم نوصل لمرحلة نكتب 50 نقطة قوة بشخصيتنا. شو نقاط القوة؟ مثلا أنا إنسانة بقدر أطلع من الاكتئاب بسهولة، أنا بضحك وقت بصير معي مشكلة، هي نقطة قوة. أنا مثلا حدا بالتحديات بتخليه أقوى، فإذا أنا صار عندي تقدير لذاتي ورفعت هدول القصص نقاط القوة عندي كل مرة أذكر حالي فيهم لحتى يزيدوا عندي قوة ثقتي بنفسي. شو النقاط السلبية؟ كل نقطة سلبية لازم أنا بلش أكتبها عكسها. ممكن أعمل تمرين على ورقة أكتب النقطة السلبية، مثلا شو النقطة السلبية؟ أنه أنا أحيانا أكون متشائمة بالأسود، بيجي بكتب باللون الأحمر متفائلة، واللون الأسود بعدين بشقها للورقة. هذا تمرين يعني إذا كررناه أكثر من مرة بيساعد. أنا متفائلة، لركز إني أكون متفائلة، مو بقول عن حالي أنا متشائمة فثبتت الفكرة عندي. بركز تقدير ذاتي. تاني شيء إنه أنا مثل ما قلت لك دائما أقعد مع الناس الإيجابيين، هالرسائل الحلوة بتقويني. وأهم رسائل إيجابية إنه يكون الإنسان زوجة عم يقويها أو والدتها بالبيت، لأنه إذا كانت هي غير متزوجة، لأنه كتير مهم إنه تسمع رسالة إيجابية كل يوم. أي رسالة بشكلها بحياتها، معقول هي ما عندها ولا إيجابية؟ لمجرد إنها أم في إيجابية، أكيد هي عم تهتم بولادها وأكيد هي إنسانة رائعة. أي أنثى بالعالم هي رائعة إذا قدرت تطلع هالجواهر اللي جواتها وتسقلها. سلوى طيب، يمكن في ألوان كمان بتعطي طاقة وإيجابية، شو هي الألوان اللي هيك المريحة للأنثى واللي فعلا بتعطيها؟ يعني في ناس كتير بحبوا الأسود، بيقولوا لك نحب الأسود بس نفسيتهم كتير مرحة. تمام، إنه بتحبوا اللون الأسود بس نفسيتهم مرحة. تمام. هلأ لون السنة، نحن عنا اللون الأحمر لون السنة، هو لون الحظ. الألوان اللي بتعطيك طاقة إيجابية أكيد اللون الأخضر كتير بيعطي طاقة إيجابية، بيعطي راحة، خليك تطلعي من حالة الغضب اللي بتكوني فيها. واللون الأبيض. في شيء أهم من الألوان هو الطبيعة، دائما إنه نحن نطلع للطبيعة، هذا الموضوع بيعطينا كتير طاقة حتى إيجابية. تشوفي ألوان الطبيعة. تمام. ألوان الطيف عموما كلها ألوان مريحة جدا، وكل لون له تأثيره. أكثر شيء خلينا نقول تأثير السلام باللون الأخضر. نعم. كمان يمكن أنت تحبزي فكرة إنه إذا لبستوا إكسسوارات فيها أحجار للجذب للحصانة، هدول التفاصيل. وخلينا يمكنك على السريع قبل ما يخلص الوقت، بعض الأشخاص سوون شيء تجاري إنه ممكن تكون هي معنا أحجار كريمة أو هي ما لها علاقة بهي بتفصيل البرج مدري للشخصية مدري، هدول التفاصيل كمان صاروا كتير تجاريين. قديش لازم ننبه عليهم هدول القصص؟ هلا هي الأحجار الكريمة مو بحاجة لا أنت خبيرة، ممكن أنت تعرفي كل حجر له تأثيره. الأحجار الكريمة إلى أثر تأثير على الشاكرات، إلى تأثير على الحظ أحيانا. مثلا يعني كل حجر له شيء، عندك حجر القمر بيقوي الطاقة الأنثوية عند المرأة، حجر فيروز اللي بيقولوا له حجر الرزق، حجر الحظ، بيعتقدوا أنه هو بيخلصك من كتير مشاكل. الحجر اللي أنت بتحبي حجر الكريم، بس مو هو الاعتقاد الجازم أنه أنت لمجرد لبستي هذا الحجر حتنرزقي أو لبستي هذا الحجر حتبعدي الشيء السيء. كانوا كل العالم عايشين بسمهم يعني. أنت عندك قدرة رائعة
انك تساوي حياتك مثل ما بدك بدون احجار بدون هدول القصص. اكيد سلوى، يعني نحن شعب اصلا محكومون بالامل مثل ما بيقولوا، وخلي الامل لكل العالم هو يكون مفتاح حياته مثل ما بنقولها نحن بالتصبيحه دائما. شكرا لوجودك معنا ولكل الطاقه اللي اعطيتينا اياها والنصايح لكل السيدات. شكرا لوجودك. شكرا لك. شكرا يا سلوى. شكرا. صباحك.